نبقى في سوريا ونعود إلى حلب ونعود إلى ملف حلب، الوضع الإنساني تحديدا. ينضم إلينا من القاهرة المتحدث الإقليمي باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إياد نصر. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد إياد. نتحدث إذن عن مشكلتين، موضوع عدم الوصول وعدم السماح بوصول المساعدات الإغاثية، ونتحدث عن توزيع آخر حصص المساعدات. إذن المشكلة الثانية هي عدم وجود حصص للمساعدات نفاذها. نعم. ألو. تفضل سيد إياد، أسمعك ونحن على الهواء مباشرة. أعتقد بأن شرقي حلب تعيش منذ أشهر طويلة حالة من احتدام النزاع هناك وعدم السماح بأي شكل من الأشكال للأمم المتحدة ولا لطواقم العمل الإنساني من إدخال المساعدات الإنسانية ولا إخلاء المصابين ولا الجرحى من هذه المنطقة. هذا الوضع أدى إلى نفاذ كميات الغذاء والدواء التي كانت مخزنة وموجودة لدى المؤسسات الإغاثية والإنسانية. إن حالة العنف وحالة الاقتتال المستمرة في هذه المنطقة قد أدت إلى استنزاف أكبر لهذه الموارد، الأمر الذي سارع في نفاذها دون إيجاد أي فرص لإدخال المساعدات. طيب، فيما يتعلق بالتزويد بحصص جديدة، مع من تنسقون وما التحديث بهذا الموضوع؟ وفيما يتعلق بدعوة الأمم المتحدة أطراف النزاع بالسماح بدخول المساعدات والغذاء والدواء، هل من صدى لهذه الدعوة؟ الأمم المتحدة لم تتوقف عن دعوة كافة أطراف النزاع بما فيها الحكومة السورية والمعارضة السورية بأنه من الضروري أن تسمح لنا أطراف النزاع بالدخول إلى هناك، ولكن حتى هذه اللحظة لم نعطى الإمكانية بالدخول ولا الوصول إلى هذه المنطقة. كان هناك محاولة لإجلاء بعض المصابين والجرحى في ظل وجود وقف لإطلاق النار أحادي الجانب، إلا أن ذلك لم يعطي ضمانات كافية لكي ندخل بشكل محايد وبشكل يضمن سلامة الطواقم الإنسانية وسلامة الجرحى والمصابين. هذا الوضع من عدم القدرة على الدخول والحصول على هذه الإمكانيات أدى إلى أن نتواصل مع المجتمع الدولي بشكل مباشر وأن نحذر من أن هذا الوضع اليوم قد وصل إلى حافة الهاوية. صحيح، ما الصدى الذي نتحدث عنه اليوم فيما يتعلق بالمجتمع الدولي الذي توجهتم إليه بعد اليأس إذا صح التعبير؟ لأن هناك شروط نتحدث أيضا الأطراف المتحاربة طرحتها، قد يزيد وفق حديثكم طبعا من تعقيد جهود الأمم المتحدة. هل من خطة بديلة نتحدث عنها؟ أعتقد اليوم أنه يتوجب على أطراف النزاع أن تتوقف عن إملاء شروط على الجانب الإنساني وعلى المنظمات الإنسانية. اليوم الوضع الإنساني ووضع المدنيين في حلب وشرقي حلب على وجه التحديد لا يسمح بأن تعطي أو تملي أي من أطراف النزاع شروط على إدخال المساعدات الإنسانية. اليوم الناس يصلون إلى مرحلة سيموتون جوعا نتيجة لعدم توفر المواد الغذائية بأي شكل من الأشكال. اليوم قد وصلنا إلى مرحلة بأن هذا الوضع أصبح مأساوي وأنه لا وجود ولا وقت لكي نتحدث لا سياسة ولا دبلوماسية. اليوم نحن نتحدث عن حالة سيصل فيها المدنيون بلا أي تردد وبلا أي شك إلى حالة من الموت وحتى الموت الجماعي. لذلك فإننا نحذر من أن أطراف النزاع أن تقوم اليوم بأن تلتزم بما يطالب به المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية. دول العالم يتوجب عليها اليوم أن تتخذ إجراءات واضحة وعاجلة لوقف هذا الشلال وهذا النزف الدامي الذي يحدث إلى هناك، لأن الوقت قد مر وأعطيت فرصة وراء فرصة لكي يسمح بإدخال المساعدات. وقف النار من طرف من أطراف النزاع لا يعني وقف لإطلاق النار ولا هدنة، لذلك نحن نطالب طرفي النزاع بالالتزام وأن يسمحوا لنا بالوصول. أنا أشكرك جزيلا من القاهرة المتحدث الإقليمي باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية سيد إياد نصر.